قبل عام اليوم بالتحديد في 14 فبراير 2017 أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أحد أكثر استراتيجيات العالم طموحاً. واختصرنا هذه الاستراتيجية نحن في ثلاث كلمات: دبي 10X. خلال عامنا الأول وبقيادة سمو الشيخ حمدان وسمو الشيخ مكتوم شاركت ويانا 36 جهة حكومية واستلمنا أكثر عن 163 فكرة واعتمدنا 26 مشروع لهدف واحد أن تسبق دبي مدن العالم. فنحن اللي طلبناه من الجهات الحكومية إنهم يشوفون شو من الخدمات اللي هم يقدرون يقدمونها لمواطنين ومقيمين إمارة دبي بطرق خارجة عن الأطر التقليدية. والحمد لله طلعنا ب 26 مشروع، وعن طريق منصة القمة العالمية للحكومات في 2018 أعلننا عن أسماء الجهات وأعلننا عن أسماء المشاريع، والحين نحن أطلقنا هذا المكان عشان الزوار يجون يشوفون شو المشاريع اللي اعتمدها الشيخ. ومن باكر إن شاء الله ولمدة 24 شهر القادمة هي الفترة الزمنية لتحويل هذه المشاريع إلى واقع، يعني فترة التطبيق بتبتدي من باكر ولمدة 24 شهر جداً. نحن يعني شفنا أن في القطاع الخاص خصوصاً في كثير من المشاريع اللي طلعت اللي غيرت طريقة تقديم الخدمات، مثلاً شركة أوبر غيرت كيف تقديم أو سهلت على الناس المواصلات، شركة Airbnb وفرت غرف فندقية بطرق خارجة عن الأطر التقليدية. فكل هاي الأفكار كانت من يعني مواقف أو تجارب مروا فيها أشخاص معينين، طلعت هاي الفكرة وتطوروها ونموها إلين ما وصلت هي لهذه المرحلة. فنحن فتحنا هالمجال للجهات الحكومية، للشباب اللي موجودين في الجهات الحكومية إنهم يبدعون، عطيناهم بلاي جراوند، مساحة إنهم هم يطلعون بهاي الأفكار اللي تقدر تقدم الخدمات الحكومية بطرق خارجة عن الأطر التقليدية للناس والمراجعين.